السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. أخواني بتمنى منكم صلوا على النبي أذكر الله لا إله إلا الله سيدي محمد رسول الله. اليوم جايكم فيديو حماسي. اليوم في عندي ثلاث أجهزة بدي أشرح عنهم مظبوط ووضح للأخوة والأخوات اللي طلبوا مني بالتعليقات. وهذول الأجهزة موجودين عندي بالغرفة وفي جهاز واحد جبته جديد، حبيت شارككم هاي الأفكار لربما ممكن حدا يستفاد من هاي الأفكار أو من هاي الأجهزة. لكل أخ ولكل أخت يلي عم يربي بغرفة خاصة لطيوره لازم يكون موجود عندك هاي الأجهزة. بس بدي منك تعمل مشاركة لهذا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. طيب اخواني حبايبي، هدول ثلاث أجهزة. اول واحد انتو شفتوه عندي، اللي متابعني من قبل بيعرف هذا الجهاز هو ميزان حرارة تمام وميزان رطوبة. الحرارة فوق اللي هي 12.7 والرطوبة 93 تمام، وكمان بيعطيك الساعة مثل ما انكم ملاحظين هلأ 3.25، وحتى كمان في عندك هون اللي هو الشهر تمام التاريخ، يعني نحن بشهر واحد اليوم 23/1 تمام اخواني. هذا الجهاز لازم يكون موجود عندك حتى تعرف انت قديش درجة الحرارة داخل الغرفة وقديش عندك كمان الرطوبة، لان اذا درجة الحرارة متجاوزة مثلا ال 30 او 35 او ال 25 او الناقص مثلا خلينا نقول ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ما فيك تبلش انتاج تمام اخواني. هلأ هون درجة الحرارة 13 نوعا ما مقبولة. طيب نجي على الرطوبة، مثل ما انكم ملاحظين الرطوبة بتجي هي قديش عندي هلأ انا 94. طيب فيني انتج بهاي الرطوبة؟ لا اخي الكريم، ليش؟ لانه حيصير عندك مشاكل بالنسبة لوجود البيض او موت الفرخ داخل البيضة تمام، او لا سمح الله ممكن يصير عندك انت مشاكل ربو او بالجهاز التنفسي لا تعد ولا تحصى، فانت بغنى عن هذا الموضوع. طيب انا كيف بدي ادارك موضوع الرطوبة تمام؟ مثل ما قلت لكم بفيديوهات سابقة ممكن تهول غرفة، بس ولكن نحن هلأ بفصل الشتاء، بسم الله ما شاء الله بفصل الشتاء اخواني حبابي ما فيك تهوي الغرفة، لحصير الغرفة باردة، لازم تجيب هذا الجهاز. وهلا حاحكي عن هذا الجهاز ان شاء الله تعالى. الجهاز الثاني اللي هو اسمه التايمر، هذا هو اخواني حبايبي التايمر. التايمر اخواني حبايبي بيثبت لك ساعات الاضاءه، يعني هلا مثلا انا ساعه بدي تشتغل الكهرباء وانا ساعه بدي اطفي الكهرباء، فيك انت كمثال مثل ما تكون شايفين 1 2 3 لا تصير 24. فيني مثلا كمثال مثلا خليني اشغل الاضاءه على الساعه 7 تمام، مثل ما انكم ملاحظين هون في طقات فيك تشغلها انت مثل ما بيقولوا على الساعة 7 تمام، وتطفي كمثال مثلا الساعة 8 او مثلا الساعة 7 مثل ما بدك انت، يعني تقريبا بتكون الساعة 8 عندك هون على 20. تعمل الطقة هي مثل ما انا ملاحظ هلا هون، ها هي عم بورجيكم ان شاء الله بالصوت وبالصورة، ها الطقة هي هون على 20 تمام، على 20 تقريبا بتكون الساعة 8 مثل ما انكم ملاحظين، او لسه بدنا نعمل لها طقة ثانية. طبعا كل طقة من هي تقريبا بتكون 5 دقائق. هذا الجهاز اخواني حبايبي كتير ممتاز وكتير منيح. نحن بدنا نبلش نرفع ساعات الاضاءة، كل يوم بنرفع 5 دقائق، ما بنرفع مثل بعض الاشخاص عم يقول ربع ساعة هذا الشيء غلط، او نص ساعة هذا الشيء غلط، لازم كل يوم 5 دقائق اخواني حبايبي. طيب الجهاز الثاني اللي هو مثل ما نكون شايفين انتو قدام عينكم، رح ان شاء الله هلا نشغله ونجربه قدام عينكم. هذا الجهاز اخواني بيسحب الرطوبة تمام داخل الغرفة، يعني بتتعبى هون في شيء اسمه التانك اللي هو هون، بتتعبى تقريبا حدود اللترين لترين وشوي تمام، مي بسحب المي بتعبى بالتانك هون لترين تقريبا، وكل يوم بتكب المي لحتى ما تطف عندك التانك او ما شابه ذلك. بعدين فيك تحط فيه، هذا بنحط فيه نبريش تمام، وهي المكنة او هذا الجهاز معه ورنتي، معه جارنتي 2 years تمام، معه ورنتي سنتين تمام اخواني. طبعا
اخواني مثل ما انكم ملاحظين انتم شايفين قدام عينكم بسم الله ما شاء الله يعني عندهم الكواليتي كثير ممتازه. هي اسم الشركه تقريبا اللي بيحب يجيب منه هذا الجهاز اخواني بس يكتب هذا الاسم على جوجل تقريبا بالدولار حقه بالمئتين 220 دولار بس كثير ممتاز وكثير منيح وانا بنصح فيه على فكره. طيب اخواني هلا هيك مثل بقولوا حطيته بالكهرباء وهون في عندك الباور فيك تشغله وهون في عندك هي اللي بتكون مثلا مثل هلا حتسمعوا عنده الصوت فيك تخليه صامت فيك ليك ها سمعان الصوت وفيك ليك صار الصوت قوي هاي بخفف الصوت تمام وهون في عندك انت مثلا تايمر اللي هو المؤقت او هو الوقت تمام اخواني وهذا هو هون الدرج او هون بتعبى المي طبعا بهذا الخزان بتتعبى المي او مثل ما قلت لكم انا بالنسبه لي فيني احط نبريش هذا بتنزل المي دغري ديريكت لهون مثل ما انكم ملاحظين درجه الحراره هلا او عفوا الرطوبه 85 رطوبه عندي بهذا الجهاز وهون تقريبا 87 الرطوبه بهذا الجهاز وهذا هو كان فيديو اليوم بتمنى ان شاء الله يكون انا اعجبكم بتمنى توفيق الجميع والسلام عليكم.